أدار الدكتور هاشم عينيه في هدوء في المكان الأنيق الذي يجلس فيه قبل أن ترتسم على شفتيه ابتسامة ساخرة وهو يغمغم: عظيم، كل شيء يسير على ما يرام. يا لي من عبقري، الواقع أنني أبهر نفسي في بعض الأحيان. ونهض من مكانه واتجه في هدوء إلى كابينة الهاتف العام وهو يلقي نظرة على القنينة الصغيرة التي ثبتها إلى قاعدة المنضدة التي كان يجلس إليها وألصق على جدارها الخارجي، مفجرا دقيقا موقوتا وغمغم ساخرا: دعونا نقارن عبقريتي بعبقريتكم هذه المرة يا فريق نور المتميز. غمغم بالعبارة وأطلق ضحكة خافتة ساخرة قبل أن يدلف إلى كابينة هاتف الفيديو ويضغط أزرار الهاتف، وعدل رباط عنقه في اهتمام وهو يضغط ياقة قميصه ليزيل الوجه الهولوجرافي ويبرز ملامحه الأصلية قبل أن يبدأ الاتصال، وتظهر صورة على شاشة الفيديو في حجرة الفريق ويقول: لقاء جديد أيها العباقرة، أراهن على أنكم تتشوقون لرؤيتي بعد أن اختفيت عنكم لعدة ساعات بعد حادث أمير النيل. أتقصد الحادث الذي منعنا حدوثه؟ بل أقصد ذلك الذي سمحت لكم بمنع حدوثه أيها المقدم. أطلق نور ضحكة ساخرة عليه مستفزة وهو يقول: سمحت لنا بمنع حدوثه؟ أجد أنت يا رجل؟ أم أن روح السخرية في أعماقك زادت عن حدها فانقلبت إلى ضدها؟ كن واقعيا وصادق مع نفسك يا دكتور هاشم، لقد تفوقنا عليك في الجولة السابقة. غمغمت سلوى وهي تتابع الاتصال في اهتمام عبر القمر الصناعي الأوروبي الثاني: 10 ثوان أخرى يا نور، واصل الحديث معه 10 ثوان أخرى وسأحدد موقعه بالضبط. قالتها والدكتور هاشم يجيب نور في غضب: لا أحد يمكنه التفوق علي أيها المقاد، أنا الأكثر براعة وعبقرية وهذه الجولة ستثبت لكم هذا. هل تعتقد هذا يا دكتور هاشم؟ بل أنا واثق تمام الثقة أيها المقاد، واثق من قدرتي على التهامكم جميعا قبل مطلع الشمس. ثم التقى حاجبه وتألقت عيناه وارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة وهو يضيف: وهذا يكفي هذه المار. قالها وقطع الاتصال بختة، فهتف أكرم: يا للوغد، إنه لم يمنحنا شيئا هذه المرة. رباه، كنت أحتاج إلى ثانية إضافية لكشف موقعه، قد أفسد عملي كله بسبب ثانية واحدة. سألها نور بتوتر: ألم يمكنك تحديد منطقة الاتصال على الأقل يا سلوى؟ بلى يا نور، أمكنني تحديد المنطقة فحسب وليس مكان الاتصال بالتحديد، كنت أحتاج إلى ثانية إضافية. أما نشوى فالتفتت إلى زوجها رمزي قائلة في عصبية: نظريتك لم تكن صحيحة يا رمزي، إنه لم يمنحنا أي معلومات عن مكان وزمان الضربة القادمة. امتقع وجه رمزي وهو يقول: ولكن هذا مستحيل ولا يتفق قط مع طبيعته النفسية، لا يمكن أن يشعر بانتصاره أو يزهو به في أعماقه ما لم ينذرنا أولا. ربما يغفل تحديد زمن الضربة زيادة في صعوبة الموقف وتعقيده، ولكنه سيقودنا حتما إلى المكان، إنه يحتاج إلى هذا وإلا فقدت اللعبة رونقها ومتعتها. قال أكرم في عصبية: ينبغي أن تراجع معلوماتك النفسية يا خبيرنا الهمام، فمن الواضح أنها لم تثمر هذه المرة. مستحيل يا أكرم، التقييم النفسي لا يخطي أبدا. هم أكرم بقول شيء آخر ولكن نور تدخل قائلا: أنا أثق تماما بتحليلات رمزي النفسية، وليست لدي ذرة واحدة من الشك في أنه على حق. تمتم رمزي: أشكرك يا نور. أجابه نور في حسم: كلامي لا يحتمل لمحة مجاملة واحدة يا رمزي، فقد اخترتك للعمل في فريقي بعد بحث وتدقيق شديدين، ولقد كنت وما زلت أفضل خبير نفسي عرفته في حياتي كلها، ثم إنني واثق من أنك على حق في هذه المرة. راجعوا معي ما قاله خصمنا في كلماته القليلة، لقد أخبرنا أنه قادر على التهامنا قبل مطلع الشمس. لاحظوا هذا، الالتهام ومطلع الشمس. لو أردتم رأيي فهدفه هذه المرة عبارة عن مطعم شهير يرتبط اسمه بالشمس. تألقت عين نشوى وهي تهتف: إنني أعرفه دون الحاجة لمراجعة الكمبيوتر، إنه مطعم الشروق، أفضل مكان دعاني إليه رمزي لتناول طعام الغذاء منذ زواجنا. التفت نور إلى سلوى يسألها في لهفة: أيقع مطعم الشروق هذا في منطقة الاتصال؟ نعم يا نور، ها هو ذا. هيا بنا يا أكرم. انطلق رمزي خلفهما:
سأصحبكما هذه المرة يا نور. قفز الثلاثة في سيارة أكرم التي انطلق بها على الفور وهو يقول في صرامة: كما أتمنى أن نعثر على ذلك الوغد هناك حتى أنسف رأسه بمسدسي. أجابه نور في سرعة: إياك أن تفعل يا أكرم، لو عثرنا عليه سنبذل قصارى جهدنا للإيقاع به حيا. من يدري، ربما اتخذ من الاحتياطات ما يهدد أمننا كله بالخطر في حالة موته. دائما هناك مبررات لإفساد الأمور يا نور. ودائما بطر عبارته بختة عندما وقع بصره على فريق من رجال القوات الخاصة العسكرية يعترض الطريق وضغط فرامل السيارة وهو يهتف: ما هذا بالضبط؟ انعقد حاجب نور وهو يبرز هويته الرسمية لقائد فريق القوات الخاصة قائلا: المقدم نور الدين من المخابرات العلمية، افسحوا الطريق فأمامنا مهمة عاجلة وبلغة الخطورة. ألقى الرجل نظر على الهوية وغمغم فيه سخرية: المقدم نور الدين، لقد كنا في انتظارك. ومع آخر حروف كلماته ارتفعت فوهات المدافع الليزرية في وجوه نور وأكرم ورمزي وتكهرب الموقف كله وبعنف. نهض الدكتور سمير حافظ خبير الفيروسات العالمي من أمام المجهر الإلكتروني ليستقبل الدكتور مجدي خليل في حرارة ويصافحه قائلا: حمدا لله على سلامتك يا دكتور مجدي، ومرحبا بك في إدارة البحث العلمي، إننا ننتظرك على أحر من الجمر. أجابه الدكتور مجدي في إرهاق واضح وهو يلقي جسده المجهد على أقرب مقعد إليه: صدقني يا دكتور سمير، لم يكن بإمكان الحضور بأسرع من هذا، لقد كنت ألقي محاضرتي في جامعة فيروجينا وأستعد لمواصلة بعض الأبحاث المشتركة مع زميل الدكتور حلم سراج، عندما فوجئت برجال الشرطة الفيدرالية يقتحمون مدرج المحاضرات ويخبرونني أنني مطلوب للسفر إلى القاهرة immediately ودون إضاعة لحظة واحدة، حتى أنني غادرت من الجامعة إلى المطار مباشرة حيث انتظرتني طائرة خاصة حملتني إلى مطار القاهرة مباشرة ودون حتى أن أحزم حقائبي أو أحضر سوى اسطوانات الكمبيوتر المدمجة التي تحوي أبحاثي في مجال حماية الخلايا الكبدية من الإصابة بفيروس 2. خلع الدكتور سمير منظاره الطبي وهو يقول: الأمر خطير جدا يا دكتور مجدي، فنحن نعمل طوال الوقت في محاولة لإيجاد مصل واقي أو علاج شافي من الإصابة بفيروس مخلق جديد أطلق عليه مبتكره اسم فيروس هشيم، له نفس خاصية فيروس 2 من حيث انتقاء الخلايا الكبدية ومهاجمتها بالرحم، ولكن هذا الفيروس الجديد يهاجم بشراسة منقطعة النظير وفترة حضانته لا تزيد على دقائق معدودة، تبدأ بعدها خلايا الكبد في امتصاص سوائل الجسم بشراهة مخيفة فيتضخم حجمها عشرات المرات ثم تنفجر. انتفض جسد الدكتور مجدي مع الكلمة الأخيرة واتسعت عيناه وهو يتراجع في شيء من الارتياح هاتفا: يا للبشاعة، ومن عمل على تطوير شيء كهذا؟ تنهد الدكتور سمير في أسف قائلا: العالم مليء بالمجانين والوحوش يا صديقي. وعاد يرتدي منظاره الطبي وهو يتابع في شيء من الحيرة: الأمر الذي يدهشني هو أن عملية تخليق الفيروسات الجديدة تحتاج إلى اعتمادات مالية هائلة، ومن المستحيل أن يقوم بها شخص منفرد. مال الدكتور مجدي نحوه قائلا: أتعني أنه كانت هناك جهة ما خلف صانع الفيروس الجديد، أعني من ناحية الاعتمادات والتمويل؟ بدأ الحذر على وجه الدكتور سمير وهو يقول: أنا لم أكل هذا. وتراجع في مقعده مستطردا في سرعة: المشكلة أننا لا نستطيع إنتاج المصل المضاد بالسرعة المناسبة، فالشخص الذي صنع الفيروس هشيم منح الدولة مهلة محدودة للموافقة على طلباتي، وإلا عمل على نشر الفيروس في مصر كلها وفي العالم أجمع بالتالي، ولم يتبقى من هذه المهلة سوى نصفها 12 ساعة فحسب. وأعتقد أن أفضل ما نفعله هو تطوير عقارك الذي يمنع الفيروسات من اختراق الخلايا الكبدية. أومى الدكتور مجدي برأسه متفهما ثم نهض خلع سترته قائلا: فليكن، كنت أنوي الحصول على قدر من الراحة قبل بدء العمل.
ولكن ما دام الوقت قليلا ومحدودا إلى هذا الحد فلنبدأ على الفور. هيا بنا على بركة الله. انهمك كلاهما في العمل، ولكن تلك الفكرة المغلقة لم تنجح في مغادرة عقل الدكتور سمير قط، من وراء تخليق الفيروس هشيم. كان الموقف عجيبا بحق عند ناصية الطريق على مسافة كيلومتر واحد من مبنى إدارة المخابرات العلمية المصرية، ولم يكن هناك ما يكفي من الوقت حتى لمناقشة الأمور من الناحية الرسمية والقانونية. وفي غضب عصبي قال نور لضابط القوات الخاصة الذي يشهر مدفعه الآلي في وجهه: ماذا هناك يا رجل؟ كيف تجرؤ على اعتراض طريق ضابط بالمخابرات العلمية المصرية في أثناء قيامي بمهمة رسمية؟ أجابه الضابط في سخرية صارمة: لا شأن لي بالمخابرات العلمية أو الأدبية، إنني أتلقى أوامري من جهة واحدة وهي وزارة الدفاع، وتلك الأوامر تحتم منعك من مغادرة المنطقة حتى إشعار آخر. صح أكرم في غضب: ستدفع ثمن هذا المنع غاليا يا رجل عندما نبلغ المسؤولين عما فعلته، وعندما يعرفون ما ترتب على حماقتك من نتائج. ابتسم الضابط في سخرية أكثر وهو يلتقط جهاز الاتصال الصغير من حزامه ويمد يده به إلى أكرم قائلا: لا والله، هل ترغب في الاتصال بالمسؤولين؟ فليكن، ها هو ذا جهاز الاتصال الخاص بي، اتفضل، فقط اضغط على الزر الأزرق وسيتم الاتصال على الفور. احتقن وجه أكرم في غضب، ولكن نور ربط على كتفه قائلا: لا تفقد السيطرة على أعصابك يا صديقي، فهذا ما يسعون إليه بالضبط، ولتعلم أن الاتصال بالمسؤولين لن يفيد. وماذا تقترح؟ أن نقف هنا ساكنين ونترك ذلك الوغد يفجر قنبلته الفيروسية في مطعم الشروق؟ ها نور، فريق القوات الخاصة هذا يتكون من 5 أفراد حسب. هل تفكر في مهاجمتنا يا رجل؟ أجابه نور في صرامة: هذا يعتمد على نقطة مهمة للغاية. تلاشت سخرية الضابط مع عبارة نور الصارمة وتحركت يده في توتر إلى مسدسه الليزري المعلق بغمديه وهو يسأله في حذر: أي نقطة؟ تجاهله نور تماما وهو يلتفت إلى رمزي ويسأله: هل تعرف موقع الشروق يا رمزي؟ أدرك رمزي وأكرم على الفور ما يعنيه نور، فتألقت عين الأخير وارتسمت على شفتيه ابتسامة ماكرة في حين غمغم الأول وهو يمسك مقبض الباب. بالتأكيد يا نور. ابتسم نور في ارتياح قائلا: في هذه الحالة الآن يا رمزي. دفع رمزي باب السيارة وانطلق يعدو خارجها بكل قوته في نفس اللحظة التي وثب فيها أكرم خارج السيارة واستل مسدسه بسرعة البرق هاتفا: حسن حظكم يا رجال أن القائد نور يجبرنا على تفادي القتل والإصابات الحادة. وانطلقت رصاصات مسدسه لتنسف أنبوبة الليزر في مدفع أحد الرجال في نفس اللحظة التي انقض فيها الضابط على نور وصاح في غضب: أطلقوا النار يا رجال. وأطلق الرجال أشعة الليزر في نفس الوقت الذي التحم هو فيه مع نور واحتدمت المعركة. تألقت عينا وزير الدفاع بشدة وكاد يقفز من خلف مكتبه من فرط الانفعال وهو يقول لمساعده: مطعم الشروق، القالوا إنه سيضرب ضربته القادمة في مطعم الشروق. نعم يا سيادة الوزير، ولقد نفذت الخطة التي اقترحتها فخامتكم بحذافرها، وأرسلت فريقا من قواتنا الخاصة لاعتراض طريق المقدم نور ورفاقه ومنعهم من الوصول إلى المكان قبلنا، ونحن ننتظر أوامرك لبدء خطة الهجوم. نهض الوزير من خلف مكتبه قائلا في حماس: لا تضيع لحظة واحدة يا رجل، أرسل فرقة من رجالنا لمحاصرة المطعم وإخلائه، وفريق تطهير من السلاح الطبي مع خبراء المفرقعات ورجال مكافحة الإرهاب طبعا. أدى المساعد التحية العسكرية هاتفا: كما تأمر يا سيادة الوزير. واستدار استعدادا للانصراف وتنفيذ الأمر، ولكن الوزير استوقفه قائلا: مهلا يا رجل، هذا لا يكفي، أريد إنهاء العملية على نحو يبهر السيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والشعب، لذا فسنقوم بحصار المنطقة كلها في دائرة يبلغ نصف قطرها كيلومتر كامل، فمن الواضح أن ذلك الرجل يظل بالقرب من مسرح الجريمة حتى يشاهد بنفسه نتائج عمله، وسنحاصره ونوقع به وننهي العملية على نحو درامي.
أرسل حوامات تفحص منطقة الحصار ونقاط تفتيش قوية بحيث لا تنجح نملة واحدة في دخول المكان أو الخروج منه. أمرك يا سيد الوزير. هينطلق يا رجل، ماذا تنتظر؟ الوقت من ذهب. حاضر يا فندم. انطلق المساعد لتنفيذ الأمر في حين عاد الوزير إلى مقعده وتألقت عيناه مرة أخرى وهو يقول لنفسه: وهكذا سترى أيها المقدم المتحاز لك كيف يكون العمل. وعادت عيناه تتألقان وتتألقان. تطلعت نشوى عبر النافذة الرئيسية لحجرة الفريق إلى ساحة مبنى المخابرات العلمية طويلا في صمت قبل أن تتمتم: لست أدري لماذا أشعر بالقلق هذه المرة وكأنهم ذاهبون إلى المواجهة الأخيرة. أجابتها أمها وهي تواصل عملها على الكمبيوتر في اهتمام بالغ: هذا لأن زوجك خرج معهم. التفتت إليها نشوى قائلة في استنكار: ماذا تقولين يا أمي؟ أتتصورين أن خوفي على رمزي يفوق خوفي على أبي؟ أجابتها سلوى وهي منهمكة في عملها: بالتأكيد. هتفت نشوى: ولكنك تعلمين كم أحب أبي. ارتسمت ابتسامة باهتة على شفتي سلوى وهي تتطلع إلى شاشة الكمبيوتر قائلة: لا تعارض بين هذا وذاك، أنت تحبين والدك ولكن زوجك يمثل في أعماقك الأمل والحب والحياة، ثم إنه والد ابنك ومن الطبيعي أن يكون ارتباطك به أكثر قوة من ارتباطك بوالدك مع حبك لكليهما. انعقد حاجبة نشوى وكأنما لا يروق لها هذا المنطق وتطلعت بضع لحظات إلى أمها المنهمكة في عملية قبل أن تسألها: ما الذي يشغلك إلى هذا الحد يا أمي؟ أجابتها سلوى في توتر ملحوظ: فشل في تحديد مصدر الاتصال يثير حيرتي وقلقي يا نشوى، خاصة وقد بذلت قصارى جهدي من أجل هذا مع خبرتي السابقة التي لا يستهان بها، ولكن هناك شيء ما يعوق إشاراتي أو يتعارض معها وأنا أحاول تحديد هذا الشيء. بدأ القلق على وجه نشوى وهي تتجه إليها وتسألها في اهتمام: ما الذي تتوقعينه يا أمي؟ أشارت سلوى إلى الشاشة وهي تواصل عملها قائلة: الأمر تجاوز مرحلة التوقعات يا نشوى، لقد بدأ جهازي في تحديد ذلك الشيء، إنه شعاع ليزر خاص بالتنصت. ارتفع حاجبة نشوى واتسعت عيناها في ارتياع وهي تقول: ليزر تنصت؟ يا إلهي، أتعنين أن أحدهم يتنصت على أحاديثنا يا أمي؟ أجابتها سلوى: ليس أحدهم يا نشوى بل بعضهم، فالشعاع المتنصت تجاوز الشفرة الدفاعية التي تحيط بالمبنى وتمنع كل وسائل المراقبة والتنصت من بلوغه، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان بعضهم يعرف الشفرة التي تتكون من دستة من الرموز، وهذا لا يتأتى إلا لعدد يعد على أصابع اليد الواحدة من القادة والمسؤولين في مصر كلها. غمغمت نشوى في ارتياع: رباه، حديثك هذا بالغ الخطورة يا أماه. ضغطت سلوى أزرار الكمبيوتر الخاص بالتتبع وهي تقول: بالتأكيد يا نشوى، ولكنه صحيح، والشعاع المتنصت قوي حتى أنه لا يمكن أن ينشأ إلا عن... بطرت عبارتها بختة وانعقد حاجبها في غضب في حين هتفت نشوى وهي تحدق في شاشة الكمبيوتر: لقد أوقفوا عمل شعاع التنصت. أجابتها سلوى في حنق: أمر طبيعي، فهم يستمعون إلينا ويعلمون الآن أننا كشفنا أمرهم، لذا فقد أوقفوا الشعاع حتى لا يمكننا تعقبهم. هتفت نشوى: يا للأوغاد. ولكن سلوى ابتسمت فجأة قائلة: ولكنني أعرف من أين أطلقوا شعاعهم. قفزت نشوى من مقعدها هاتفة: حقا؟ أومأت سلوى برأسها إجابا وقالت: نعم، لقد توصلت إلى معرفة مصدر التنصت قبل لحظة واحدة من إيقافهم للشعاع. وما هو يا أمي، ما هو؟ القمر العسكري ميم حه 14 لوزارة الدفاع المصرية يا نشوى. تراجعت نشوى كالمصعوقة وهي تهتف في ارتياع: وزارة الدفاع؟ ماذا تقولين يا أماه؟ وزارة الدفاع تتجسس علينا؟ ولكن لماذا؟ زفرت سلوى في حرارة مجيبة: لا يمكنك أبدا فهم هذه الأمور، فالقائمون على وضع السياسات العامة لهم أسلوب تفكير يختلف تماما عن أسلوب تفكيرنا البسيط المباشر. انعقد حاجبة نشوى في صرامة وهي تقول: الخيانة هي الخيانة يا أماه مهما اختلفت صورها. نطقت عباراتها الصارمة ثم اتجهت إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بها وأشعلته في حزب، جعل أمها تسألها: ماذا ستفعلين؟ أجابتها وأصابعها تبدأ عملها على جهاز الكمبيوتر:
أبحث عن سبب توتر العلاقة بيننا وبين وزارة الدفاع في هذه العملية بالذات. سألتها سلوى وهي تنتقل إلى جوارها: وما الذي تتوقعينه؟ أجابتها نشوى في حزم: علاقة ما؟ أطل تساؤل حائر من عيني سلوى، فتابعت نشوى بحزم أكثر: علاقة بين وزارة الدفاع وإدارة الأبحاث العلمية. وانعقد حاجبها في حزم صارم وهي تواصل عملها في مهارة، وسلوى تتابع الشاشة في شغف، ولم تكن هناك أي علاقات مباشرة واضحة، ولكن نشوى انتقلت من الخطوط المباشرة إلى الفرعيات وراحت تبحث عن دلائل خفية. وأخيرا برزت بعض المعلومات على شاشة الكمبيوتر، واتسعت عيون سلوى ونشوى عن آخرها. لقد كانت هناك علاقة بالفعل بين وزارة الدفاع وإدارة الأبحاث العلمية، وكانت طبيعة هذه العلاقة مدهشة، مدهشة إلى أقصى حد. انقض ضابط القوات الخاصة على نور في غضب في نفس اللحظة التي أطلق فيها اثنان من رجاله أشعة مدافعهم الليزرية نحو نور، واستدار الثالث ليقتنص رمزي بأشعته. وصرخ أكرم وهو يطلق رصاصة من مسدسه نحو الرجل الثالث قائلا: احترس رمزي. قفز رمزي بحركة آلية في نفس اللحظة التي أصابت فيها رصاصة أكرم مدفع الرجل وأطاحت به بعيدا. فانطلق رمزي يواصل عدوه مبتعدا، واستقبل نور مهاجمه بلكمة ساحقة في فكه، في حين انطلقت أشعة مدفعي الرجلين الآخرين نحو أكرم. وانحنى أكرم في سرعة، ولكن سرعته لم تكن لتبلغ قط سرعة شعاع من الليزر، لذا فقد شعر بالآلام مبرحة في صدره وذراعه قبل أن يسقط داخل السيارة هاتفا: آه اللعنة، لقد أصابني يا نور. سمع نور عبارته جيدا، ولكنه كان يشتبك مع الضابط في عنف فهتف: تماسك يا أكرم، تماسك يا رجل. أدرك رجال القوات الخاصة الأربعة أن نور أقوى من ضابطه وأكثر حنكة وبراعة، وخاصة عندما شاهدوه يتفادى لكمة قوية منه ثم يلتقط ساعده ويديره بحركة قوية بارعة، فيدور ضابطهم حول نفسه في الهواء ويسقط على ظهره في قوة، تستقبله ركلة من قدم نور في فكه. معذرة، أنت اضطررتني إلى هذا. كانت الركلة قوية للغاية، حتى أنها أفقدت الضابط وعيه، فصرخ أحد جنوده في غضب: كيف تجرؤ أن؟ ورفع فوهة مدفعه نحو نور وانطلق أكرم بالسيارة بغتة. انطلق بها بغتة ودون سابق إنذار في وجوه الرجال الأربعة، فتراجعوا في فزع، وأطلق أحدهم أشعته نحو أكرم هاتفا: خذها مني يا رجل. اخترقت الأشعة زجاج السيارة واحتكت بعنق أكرم، فاندفعت منه الدماء في غزارة وهو يواصل اندفاعه نحوهم هاتفا في غضب: وخذها أنت أيضا مني أيها الوغ. ارتطم باثنين من الأربعة وأطاح بهما جانبا، فانقض عليه الآخران في غضب، ولكن نور ظهر أمامهما بغتة وهو يقول في صرامة: هذا يكفي. تجمد الرجلان في مكانيهما وعيونهما تحدق في مسدس الليزر القوي الذي يصوبه نور إليهما، في حين هتف هو في عصبية شديدة: تلك الحرب السخيفة بيننا أضاعت وقتا ثمينا للغاية، لو أدركتما قيمته لقتلتما نفسيكما ندما، هذا بالإضافة إلى المحاكمة العسكرية التي تنتظركما جزاء ما فعلتماه. قال أحدهما في توتر: دنا ننفذ الأوامر فحسب. صاح نور في حدة: دخل دفاعكما لساعة المحاكمة. وتراجع نحو السيارة مستطردا: أكرم، كيف حالك يا أكرم؟ أنت بخير؟ لم يتلقى جوابا من زميله، فاستدار إليه في توتر واتسعت عيناه في هلع عندما رآه ملقى على مقعد السيارة وسط بركة من الدماء، فصرخ في ارتياع: رباه أكرم. ثم اختطف جهاز الاتصال الصغير من جيبه وصاح عبره: هنا المقدم نور الدين، هنا المقدم نور الدين من المخابرات العلمية المصرية، أريد حوامة إسعاف وسيارة شرطة عسكرية على الفور، أسرعوا بالله عليكم، الموقف شديد الخطورة هنا. وحدد موقعه بالضبط قبل أن يعيد جهاز الاتصال إلى جيبه ويصيح في الرجلين: لو أصاب زميلي أي مكروه من جراء ما فعلتماه به فأقسم أن تدفع الثمن غالياً.
غاليا جدا. قالها وألقى نظرة على ساعته وكاد يقضم شفتيه السفلى بعدها من فرط الغضب والغيظ والقهر. فتلك الحرب السخيفة بينه وبين رجال وزارة الدفاع أضاعت وقتا بالغ الخطورة، قد يكون من نتائجه أن تنفجر القنبلة الفيروسية في المطعم أو في مصر كلها. انتهى الدكتور هاشم من محادثته مع نور وعاد إلى مائدته في ركن مطعم الشروق الأنيق، وتأكد من وضع قنبلته الفيروسية، ثم غمغم في سخرية وقد استعاد قناعه الهولوجرامي الزائف. ترى كم من الوقت يحتاج إليه خصم العبقري لتحديد موقع الضربة الجديدة؟ كان واثقا هذه المرة من أن ضربته ستؤدي إلى كارثة، وأن نور ورفاقه لن يمكنهم منعها في الوقت المناسب قط. لذا فقد احتسى كوب عصير البرتقال الطازج في هدوء ودفع حسابه نقدا، بعد أن توقف عن استخدام بطاقاته الائتمانية التي يسهل تعقبها. وفجأة بدأ رجال الجيش هجومهم على المكان، وكانت مفاجأة عنيفة بالنسبة له. فقد حاصروا المنطقة في سرعة، وظهرت حواماتهم في سماء المنطقة، وبدأت إجراءات الحجر الصحي والتطهير في نفس اللحظة التي اقتحم فيها الجنود المكان. وصاح قائدهم في صرامة: هيا غادروا المطعم. تدافع رواد المطعم في ذعر ليغادروا المكان، فخمخم الدكتور هاشم في غضب هادر: خطأ، هذا خطأ، المقدم نور غير قواعد اللعبة بأسلوب يخلو من الأمانة، لم يكن من المفترض أن يتدخل الجيش في الأمر. ارتفع صوت قائد فريق الجنود ثانية وهو يقول بصرامة: أسرعوا، أمامكم نصف دقيقة فقط لإخلاء المكان. تضاعف غضب الدكتور هاشم مع هذا الأسلوب الخشن الجاف، فترك قنبلته الفيروسية في موضعها واختطف حقيبته الصغيرة واتجه بها إلى ركن الموسيقى في المطعم، ودفعها بين سماعتين كبيرتين، ثم ضغط زرا خفيا فيها وهو يغمغم: إنهم يستحقون هذا، يستحقونه تماما. وأسرع يغادر المطعم مع آخر رواده، ولم يكد يتجاوز بابه حتى اندفع خبراء المتفجرات داخله وهم يرتدون أزياء واقية خاصة، وقائدهم يقول: ابحثوا عن قنينة صغيرة بها سائل ماء للزرقة. وفي الخارج فوجئ الدكتور هاشم بحصار آخر من رجال مكافحة الإرهاب الذين أحاطوا بالمكان ورتبوا رواده المذعورين في صفوف منتظمة لتفتيشهم ومراجعة هوياتهم، وامتزج الغضب بالثورة والخوف في أعماقه. سيكشفون أمره حتما لو واصلوا تفتيشهم وبحثهم هذا. لمسة واحدة لوجهه ستكشف طبيعة قناعه الهولوجرامي وتفضح هويته بالطبع، ولكن لا، لن يسمح بحدوث هذا أبدا، إنه عبقري ولقد حانت لحظة إثبات هذا. وفي حزم ضغط زر جهاز تحكم لاسلكي في أعماق جيبه، وانطلقت الإشارة إلى المؤقت الملتصق بقنينة الفيروس في نفس اللحظة التي أشار فيها قائد الجنود إلى الداخل قائلا لخبراء المتفجرات في صرامة: فتشوا بالداخل، من المؤكد أن... وقبل أن يتم عبارته انفجرت القنبلة. كان انفجارها مكتوما كالمعتاد، ولكن السائل داخلها انتشر في مساحة واسعة للغاية هذه المرة، فتناثر على وجوه الجنود وأجسادهم وعلى الأزياء الواقية لخبراء المتفجرات. ومن سوء حظهم أن تلك الأزياء لم تكن مؤهلة لمنع دخول الفيروس، كانت أزياء واقية من المتفجرات فحسب. لذا فلم تقي أحدهم من العدوى، ولكن أحدا لم يدرك هذا على الفور. لقد تناثر السائل على الوجوه، فران على المكان صمت رهيب استغرق لحظة واحدة قبل أن يهتف قائد الجنود: لعنة، إنه الفيروس اللعين. قالها واستدار محاولا الفرار من المكان، وذعر هائل يملأ قلبه. وهنا جاء دور رجال فرقة مكافحة الإرهاب، لقد انطلقت أشعة مدافعهم الليزرية تحصد القائد وجنوده وكل من يحاول مغادرة المكان، وتفجرت حالة ذعر هائلة لا مثيل لها. ذعر جعل الناس تنقض على رجال مكافحة الإرهاب بالرغم من المدافع الليزرية المصوبة إلى صدورهم، وخاصة عندما بدأت الأعراض في الظهور على المصابين داخل المطعم الأنيق ذي الجدران الزجاجية، وراحت أكبادهم تنتفخ وتنتفخ،
ثم تنفجر. ومع صرخات الألم الرهيبة والدماء التي تفجرت من الأكباد الممزقة والأجساد المنتفخة، بلغ الذعر مبلغه، وسقط رجال مكافحة الإرهاب أمام المذعورين في نفس اللحظة التي وصل فيها رمزي للمكان. فاتسعت عيناه في ارتياع وهتف: رباه، لقد حقق الرجل هدفه وأثار أضخم موجة ذعر وفزع في هذا القرن بعد ذعر الاحتلال. كان الناس يعدون في كل مكان من فرط الفزع والذعر، ورجال مكافحة الإرهاب يواصلون إطلاق أشعة بنادقهم على كل من يحاول مغادرة المطعم. وفجأة انفجرت قنبلة قوية للغاية داخل تلك الحقيبة التي أخفاها الدكتور هاشم بين السماعتين. قنبلة بلغ من قوتها أن نسفت المطعم بأكمله، وانطلقت منها الشظايا لمسافات مخيفة، فأصابت العشرات من الرواد الهاربين والمارة وحتى رجال مكافحة الإرهاب. رجل واحد لم يصب بسوء، وسط دائرة الإصابات والموت. رجل واحد كان يعرف بالضبط موعد الانفجار، فحمى جسده منه في براعة تستحق التقدير. رجل يدعى هاشم، الدكتور هاشم صدقي، الذي لم يغادر المكان إلا بعد أن وضع فيه بصمة، بصمة الموت. للمرة الثالثة في يوم واحد وفي أقل من 14 ساعة تحدث كارثة عنيفة في القاهرة، وللمرة الثالثة أيضا يحيط رجال الحجر الصحي بموقع الكارثة، ويرفض المسؤولون الإدلاء بأي تصريحات عنها. ولكن في هذه المرة لم يكن من الممكن إخفاء الأمر، وخاصة بعد تلك الحرب المحدودة التي شنها رجال الجيش على مطعم الشروق بقوات المشاة ومكافحة الإرهاب والحوامات والسلاح الطبي. وبعد عشرات الشهود الذين نجحوا في النجاة من الحادث ووصفوا لنا ما شاهدوه من أحداث بشعة قبل الانفجار العنيف، فقد شاهدوا جنودا تنتفخ بطونهم ويصرخون بآلام رهيبة قبل أن ينفجروا وتتناثر دماؤهم في كل مكان. ما الذي يعنيه هذا أيها السادة؟ وما تفسيره؟ لماذا يلقى الكثيرون مصرعهم دون أن نعلم لماذا؟ وتفجرت عيناها بالدموع عند هذه الفقرة حتى إنها توقفت لحظة لتكفيفها ولتستعيد سيطرتها على مشاعرها قبل أن تتابع بصوت مختنق: كثيرون لقوا مصرعهم، والأكثر أصيبوا بإصابات مختلفة، ومنهم زوجي أكرم الذي يركض الآن في حجرة العناية المركزة دون أن يفصح المسؤولون عن أي شيء. من حقنا أن نعلم أيها السادة، من حقكم أن تعرفوا ماذا يدور حولكم، ما الذي يهددكم، وكيف يمكنكم اتقاء شره. وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج أنباء الكون، كانت معكم مشير محفوظ من موقع الحادث. أغلق نور جهاز الهولوفيزيون عند هذه النقطة واستدار إلى الجالسين أمامه قائلا: من الطبيعي أن يحقق الدكتور هاشم هذا الانتصار وأن يسبب موجة الذعر الرهيبة التي سادت البلاد ما دامت الأمور تدار بهذا الأسلوب في هيئة الدفاع الوطني المصري. عقد وزير الدفاع حاجبيه وهو يقول في صرامة: أي أسلوب تقصد يا سيادة المقدم؟ ومن منحك الحق في انتقاد السياسات العليا؟ الأسلوب الذي أقصده هو ذلك الذي لجأت أنت إليه في عرقلة عملنا يا سيادة وزير الدفاع. احتقن وجه الوزير وهو يقول: كيف تجرؤ أيها ال... قاطعه رئيس الجمهورية في صرامة غاضبة: دع الشاب يتحدث، أريد أن أستمع إليه. ثم التفت إلى نور مستطردا: أكمل أيها المقدم، وماذا حدث؟ احتقن وجه الوزير أكثر وأكثر، وابتسم الدكتور ناظم في حين عقد القائد الأعلى للمخابرات العلمية حاجبيه وهو يشير إلى نور قائلا: لقد سمعت قول السيد الرئيس يا نور، أكمل يا ولدي، أكمل وهات كل ما لديك.
الواقع أن السيد وزير الدفاع لم يتعامل مع الأمر كما ينبغي أن يفعل باعتباره أحد أعضاء مجلس الدفاع الوطني، وبدلا من أن يساندنا أو يعمل جنبا إلى جنبا معنا راح يتحرك ضدنا، معتبرا الأمر مجرد خلاف شخصي لا بد وأن يثبت فيه تفوقه، حتى إنه استخدم قمر التجسس العسكري ميمحه 14 ليتنصت علينا في حجرة اجتماعاتنا متجاوزا شفرة منع التنصت ومخالفا كل قوانين وقواعد التعامل والتعاون بين أجهزة الأمن المختلفة في حالات الخطر، ثم تمادى في الأمر فأرسل رجاله لمنعنا من بلوغ الهدف في الوقت المناسب حتى يمكنه الوصول إليه قبلنا، مما تسبب في كل ما رأيتموه وما لم تروه بعد من خسائر الفضيحة وحالة الذعر العام التي سادت البلاد وانتشرت منها إلى الدول الأخرى. وهذا هو الأكثر خطورة في الوقت الحالي، الصفعة النفسية التي وجهها للدكتور هاشم الذي لم يمكنكم الإيقاع به على الرغم من الجيش الذي أحاط بالمكان. فخبيرنا النفسي الدكتور رمزي يؤكد أن الدكتور هاشم سيتصور أنني أنا المسؤول عما فعله الجيش، لأنه يعلم أن إسناد المهمة الأساسية إلي يمنحني وحدي حق إصدار الأوامر وتوجيه كل القوات، وسيملأه هذا شعور بالغضب والثورة والرغبة في تلقيننا درسا لا ننساه، وهذا يعني أن هدفه القادم سيكون أكثر خطورة وسيعمل على أن يجعل من نتائجه كارثة حقيقية لم يعرف التاريخ مثلها. قال الرئيس في قلق بالغ: حتى لو نفذنا مطلبه وحولنا نصف مليار جنيه إلى حسابه في ذلك البنك في سويسرا. نعم يا سيادة الرئيس، فالمال ليس هدفه الرئيسي كما نعلم جميعا، وإنما يستهدف بعمله هذا السطوة والسيطرة، وفي شريعته يكون عقاب المخطئين هو قمة السطوة والسيطرة. لذا فمن الضروري أن يثبت لنا ولنفسه أنه قادر على معاقبتنا، وهذا يتحتم قيامه بعملية عنيفة تجعلنا نندم على محاولة الجيش للسيطرة عليه وإفساد عملياته. انعقد حاجب الرئيس وهو يقول: لقد تعقدت الأمور بالفعل، يا إلهي هذا سيسيء إلى صورتنا كثيرا في كل المحافل الدولية، الكل سيضعنا في صورة الدولة غير الآمنة. أنا واثق من أن الصحفيين سيطرحون علي عشرات الأسئلة حول هذا الأمر عندما ألتقي بهم الليلة في المؤتمر الإعلامي. ثم التفت إلى وزير الدفاع مستطردا في غضب: وكل هذا لأنك ترغب في بناء مجد شخصي. أنا كنت أؤدي واجبي باعتبار المسؤول الأول عن مكافحة الإرهاب يا سيادة الرئيس، صاح به القائد الأعلى في حدة. بل كنت تحاول أن تثبت أن جيشك أكثر كفاءة من جهاز المخابرات العلمية. خطأ، لم أكن أحاول إثبات هذا قط. هل يمكنك أن تقسم على هذا؟ وبلا أدنى تردد. قال نور: إنني أصدقك تماما يا سيادة وزير الدفاع. التفت إليه الجميع وقال الدكتور ناظم: تصدقه يا نور؟ رأيتم وشهد شاهد من أهلها. مهلا يا سيادة الوزير، أنا أصدقك في أنك لم تكن تحاول مجرد إثبات تفوق الجيش، فالحقيقة أكبر من هذا، لقد كنت تسعى لقتل الدكتور هاشم. أنا لتخفي حقيقة علاقتك به. اتسعت عين رئيس الجمهورية في دهشة وحدق في وجه وزير الدفاع الذي ازداد امتقاع وجهه وانكمش في مقعده على نحو جعل الدكتور ناظم ينهض من مقعده ويتطلع إليه في ذهول، في حين ردد القائد الأعلى غير مصدق: حقيقة علاقته بمن؟ وقال رئيس الجمهورية لوزير الدفاع في عصبية: حقا ما يقول المقدم نور؟ لبث الوزير صامتا لنصف دقيقة كاملة والعيون كلها تتطلع إليه حاملة مزيجا عجيبا من الدهشة والاستنكار والغضب والاتهام، قبل أن يتنحنح قائلا: لست أدري من أين أتى المقدم نور بهذه الفكرة. نطق العبارة ليدافع عن نفسه ويدرأ عنها الاتهام، إلا أن اللهجة التي نطقها بها وصوته المرتجف مع وجهه الممتقع ونظراته الزائغة كانت كلها قرائن جديدة تزيد من عمق الاتهام. ثم أطلق نور رصاصته الحاسمة انطلقت من بين شفتيه وهو يدير عينه في وجوههم قائلا في حزم صارم: أيها السادة، يؤسفني أن أبلغكم أن الدكتور هاشم لم يسعى لتخليق فيروسه الرهيب من تلقاء نفسه، لقد فعل هذا بتكليف رسمي من السيد وزير الدفاع شخصيا.
صح الرئيس. مستحيل، لا يمكن أن يفعل وزير الدفاع هذا دون الرجوع إلي وإلى مجلس الوزراء. كلنا نعلم أن التجارب البيولوجية ممنوعة منعا باتا بعدما حدث في نهايات القرن العشرين والذي كاد أن ينتهي بكارثة عام 1999، وهناك هيئة مراقبة دولية لمنع القيام بهذه التجارب في أي دولة من دول العالم. أشار نور بيده قائلا: بالضبط، ولهذا السبب بالتحديد لم يكن باستطاعة وزير الدفاع القيام بتجارب بيولوجية في المعامل ومراكز الأبحاث داخل وحدات الجيش، لذا فقد لجأ إلى الدكتور هاشم رئيس قسم الأبحاث الفيروسية في إدارة البحث التابعة للمخابرات العلمية، ونجح في تجنيده وفي منحه كل ما يحتاج إليه من تسهيلات بصفة سرية طبعا، حتى نجح في تخليق أبشع فيروس عرفته البشرية في تاريخها كله. ولكن الدكتور هاشم نقض الاتفاق ولم يلتزم بالخطة، وقرر العمل لحسابه واستغلال فيروسه للسيطرة على الجميع حتى وزارة الدفاع نفسها، ومن هنا كانت ضرورة وحتمية الوصول إليه قبلنا وتدميره تماما حتى لا يفضح الأمر. صدمت كلمات نور رئيس الجمهورية والقائد الأعلى والدكتور ناظم في عنف، في حين ازداد شحوب الوزير وانكماشه في مقعده لبضع لحظات قبل أن ينطفت في عنف ويصيح في وجه نور: هراء، مجرد هراء، استنتاجات محضة أفرزها عقل المقدم المريض في المخابرات العلمية، فيتصور أنه أكثر ذكاء وبراعة من الآخرين وأن بإمكانه تصفية حساباته مع وزير الدفاع بمجرد أقوال تافهة لا تستند إلى أي دليل مادي واحد. أين دليلك على ما تقول أيها المقدم؟ أين أدلة اتهامك؟ ارتسمت ابتسامة واثقة على شفتي نور، ارتجف لها الوزير، ونور يجيب: أعلم أنكم قمتم بمحو ملف الدكتور هاشم من سجلاتكم يا سيادة الوزير، لكن المشكلة أن علاقته بكم لم تكن مجرد ملف، لقد ابتعتم من أجله بعض المواد والأجهزة، وكان من الضروري أن يذهب لفحصها والتأكد من صلاحيتها، كما كان من الضروري أيضا أن يتقاضى أجرا على عمله، وهذا الأجر يتم صرفه من بند المصروفات السرية الذي لم يمكنكم محوه لأنه يحوي بيانا بكل المصروفات الأخرى. والتقط من جيبه قائمة كبيرة سلمها لرئيس الجمهورية قائلا: سيادة الرئيس، هذه قائمة كاملة بالمصروفات السرية لوزارة الدفاع خلال العامين الماضيين، وستلاحظ سيادتك أنها تتضمن مكافأة ثابتة يحصل عليها الدكتور هاشم من وزارة الدفاع التي لم يعمل بها يوما بصفة رسمية. ترى هل يمكن أن يبرر لنا سيادة الوزير سبب منح هذه المكافأة المنتظمة لرجل يعمل لحساب جهة أخرى؟ لماذا؟ لماذا فعلت هذا يا وزير الدفاع؟ لأنه أمر حتمي، كل دولة لابد وأن تمتلك سلاحا قويا ترهب به أعداؤها وتخيفهم وتستخدمه ضدهم إذا ما اضطرتها الأمور لهذا. كل دولة تسعى لامتلاك أقوى الأسلحة في كل المجالات. هل تصدقون أن الجميع يلتزمون بقرارات منع التجارب العسكرية البيولوجية؟ واهمون أو أنكم تصورتم هذا؟ الكل يجري تجاربه وينفق عليها عشرات الملايين سنويا وفي سرية تامة، ولم يكن من الممكن أن نتخلف أبدا عن الرجب. قال الدكتور ناظم محنقا: لماذا أخفيت الأمر إذن؟ ولماذا لم تخبرنا؟ لأنكم مدنيون لن يمكنكم فهم الأمر أو استيعابه قط، ولو أنني أخبرتكم أننا في سبيلنا لتخليق أقوى فيروس عرفه التاريخ فستستنكرون وتعترضون وتتحدثون عن القيم والمبادئ وقواعد الرحمة والإنسانية وكل تلك الأمور العاطفية السخيفة التي لا تربح حربا ولا تبرز قوة. أما أنا فرجل عسكري صرف، لا أؤمن بالعواطف والمشاعر الرقيقة، أؤمن فقط بالقوة، القوة وحدها. كن قويا يخشاك الجميع، اسحقهم بقدمك، يقفون لك احتراما، هذا هو قانون الدنيا، القانون الذي يعرفه كل العسكريين، قانون البقاء للأقوى. أجابه نور في صرامة: ما تتحدث عنه ليس قانون سيادة الوزير، بل شريعة الغاب، الأقوى يلتهم الأضعف دون رحمة أو إنسانية،
شريعة البقاء للأقوى على حساب الأضعف، ولكن النظم والقواعد والقوانين المتطورة وكل الأديان السماوية موجودة لحماية الأضعف ولمنع القوي عن التهامه لمجرد أنه قوي. الحضارة هي التي ألغت قاعدة البقاء للأقوى واستبدلت بها قاعدة أخرى تقول أن البقاء للأصلح. معظم العلماء كانوا ضعاف الأجساد، ولكنهم صنعوا الحضارة بعقولهم وليس بعضلاتهم. كل ما تنعم به فيما حولك وحتى فيما تتمتع به من قوة من صنع أفراد لم يتملكوا يوما عضلات المصارعين، أفراد تكمن قوتهم في ذلك الشيء الذي لا تؤمن بوجوده. ذلك الشيء هو العقل والقلب. أوه، فلسفة سخيفة وغير مجدية. ما الذي يمكن أن يفعله العقل والقلب في مواجهة القوة؟ لو انطلق نحوك صاروخ حارق من مقاتلة سوبر نفاثة، هل ستتصدى له بعقلك وبقلبك؟ بالتأكيد، فالصاروخ الحارق الذي ينطلق نحوك من تصميم وصنع عقول واعية مفكرة، وإذا ما تصديت له بصاروخ مضاد فستحتاج حتما إلى عقول أخرى لتضع تصميماته وتخرجه إلى عالم الوجود. صدقني يا سيادة الوزير، حتى القوة وقودها العقل، العقل الذي يرشده القلب إلى الهدف النبيل والطريق القويم. أشار رئيس الجمهورية إلى نور قائلا في حزم: لا داعي للاستمرار في المناقشة يا نور، لا داعي للاستمرار في مناقشة مع وزير سابق. انتفض جسد وزير الدفاع في عنف وهو يحدق في وجهه قبل أن تتحول مشاعره كلها إلى الغضب، وهو يهتف: وزير سابق، هذا قرارك النهائي يا فندم؟ أن تقيلني من منصبي؟ كل هذا لأنني حاولت صنع سلاح قوي يرتجف أمامه أصدقاؤنا قبل أعدائنا؟ على السخافة، ولكنني أنا الملوم. كان ينبغي أن أدرك أنك أيضا مجرد مدني، حتى لو كنت تحظى بمنصب رئيس الجمهورية. عندما كان الرؤساء من العسكريين كان يمكنهم فهم مثل هذه الأمور واستيعابها. حتى الرؤساء العسكريين لم يفكروا بهذه البشاعة يا رجل. بشاعة؟ فليكن يا أصحاب القلوب الرقيقة والمشاعر المرهفة، سنرى ما ستفعلونه إذا ما واجهكم عدو قوي بسلاح لا يمكنكم التصدي له، سنرى. واستدار يزمع مغادرة المكان، إلا أن رئيس الجمهورية استوقفه بلهجة صارمة: أوقف مكانك، يبدو أنك لم تستوعب الأمر جيدا. إقالتك من منصبك ليست كل شيء، فهي مجرد إجراء سيادي أملك إصدار الأمر به بحكم القانون والدستور. احتقن وجه الوزير بشدة واتسعت عيناه في ذهول، في حين التفت الرئيس إلى القائد الأعلى للمخابرات العلمية قائلا: ألقي القبض عليه يا سالم. بكل سرور يا سيادة الرئيس. وكان هذا يعني أن الحاجز الذي كان يعترض نور وفريقه قد زال، وأنه لم يعد أمامهم في الساعات القليلة القادمة سوى مواجهة الخطر الرئيسي، الخطر الذي يتمثل في اسمين بينهما رابط قوي: هاشم وهشيم. أخبرني بالله عليك ماذا أفعل هنا يا نور؟ نطق أكرم العبارة في غضب وهو يركض على فراش وثير في حجرة العناية المركزة بالمستشفى. فربط نور على كتفيه قائلا: اهدأ يا صديق، اهدأ، لقد فقدت الكثير من دمك ووجهك الشاحب خير دليل على هذا، والأطباء يؤكدون حتمية بقائك تحت الملاحظة لاثنتي عشرة ساعة أخرى على الأقل حتى تستعيد عافيتك. نوم أخبياء، لقد استعدت عافيتي بالفعل، إنها مجرد إصابات طفيفة لن تعوقني أبدا عن ممارسة عملي والوقوف إلى جوارك في مواجهة ذلك الوغد يا نور. أي وغد؟ مشيرة. دلفت مشيرة إلى الحجرة وهي تسأل في لهفة: عن أي وغد تتحدثان؟ هو الشخص المسؤول عن كل ما يحدث منذ الصباح؟ ابتسم نور في هدوء دون أن يجيب، في حين قال أكرم في حدة: عجبا، كنت أتصور أن أول سؤال ستلقينه هو كيف حالك يا زوج العزيز؟ معذرة يا أكرم، لقد حضرت خصيصا للإطمئنان عليك، ولكن حديثكم أثار فضولي. وانتصرت الصحفية في أعماقك على الزوجة المخلصة الحنونة التي يفترض أن تكون عليها، أليس كذلك؟ أكرم، لا تسيء فهمك المعتاد،
وماذا يضيرك في هذا؟ أنا مجرد شخص هامجي. أنت كذلك بالفعل، حتى إنني أشعر بالندم لزيارتي لك. والله على العموم لم يفت الوقت بعد. أي يمكنك الانصراف بأقل قدر من الخسائر. كده؟ هذا ما سأفعله. واستدارت مندفعة نحو الباب، ثم لم تلبث أن توقفت ولاذت بالصمت بضع لحظات، ثم قالت: هل تعلم بقى أنك شخص همجي بالفعل؟ قالتها واندفعت نحوه لتلقي نفسها بين ذراعيه، فاحتواها في حنان غامر يتناقض تماما مع ثورته الغاضبة منذ لحظات، وهمس في أذنيها: أنا أحبك مشيرة حبيبتي. ابتسم نور في ارتياح ونهض قائلا: إلى اللقاء يا أكرم، اعتني بنفسك جيدا والتزم بنصائح وتعليمات الأطباء يا صديقي. وغادر المكان في سرعة عائدا إلى مقر الفريق، وعقله يعيد دراسة الموقف كله من جديد. الوقت يمضي بسرعة كبيرة، وساعة الصفر تقترب، والأمور تزداد تعقيدا فوق تعقيدها. أكرم مصيب، ورمزي أصابته شظية في كتفه، ووزير الدفاع تمت إقالته، والدكتور هاشم يستعد لضربة جديدة، والفريق عاجز عن تحقيق الانتصار هذه المرة، والفشل سيكون مخيفا ورهيبا. الفشل يعني أن يسيطر عالم مجنون على الأرض كلها، مهددا إياها بنشر وباء رهيب مخيف في أي لحظة يشعر فيها بالغضب تجاهها. ويا له من ثمن.